ايضا في هذه النقطه نقطه المراقبه الطبيه بمدخل شمالي للمنيعه، تحضر معنا ايضا الجمعيه الوطنيه لترقيه المجتمع المدني، ولا راسهم السيد لامين جبور والسيد انور قواسم جزاهم الله كل خير. يعني هم ساهموا يعني بشكل كبير في انجاح هذه العمليه من خلال يعني المساهمه يعني الخيمه والامور الماديه. السيد انور قواسم، الكلمه اللي حاب توجهها للناس اللي فاتين منا وكذا وكذا، وخصوصا انتم راكم صاهرين ليل نهار. هذا بنا يا ودي التوعيه تكون جد فعاله، وهذا بنا ما يدوش الحياه استهزاء. هذا المرض راه العالم كومبلي راه محطمها اكيد ياك، وماذا بنا جماعه البلاد يعاونونا يوقفوا معانا اكيد يريحوا في ديارهم ويزيدوا يعاونونا ثاني في المساهمه تاعكم. ممكن تحتاجوا حيه واحده خصوصا ان الطاقم يعني متواجد ليل نهار، ممكن اكل، ممكن يعني دراهم كذا. كاينين بعد من الناس راهم ساهموا معنا مؤسسات في من ناحيه الاكل، ايه الغداء والعشاء. الله فيك. وما نقطعوش مدى بنا في المساهمه، اللي باقي يعاون يعاون، مرحبا وسهلا ان شاء الله. جزاكم الله كل خير. صحيح. وما عسنا الا ان نقول فانكم مرابطون من خلال هذا الوباء، وباء فيروس كورونا، خلال هذه الايام، سائلين الله سبحانه وتعالى ان ياجركم ويحفظكم من كل مكروه. امين 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 ان شاء الله. نطوع ان شاء الله. سيد علي بن مشرح، يعني انت احد الناس البارزين في هذه العمليه، نقطه التفتيش، كلمه توجهها لنا للناس. هذا وجهنا نداء بالنسبه خاصه الممرضين المتقاعدين بانهم يلتحقوا بنا على مستوى هذه النقطه، يعني الابواب مفتوحه. ابواب مفتوحه لان عندنا ازمه نتاع ممرضين ماذا بينا اللي راهم متقاعدين. والاتصال عبر شكون يكون؟ الاتصال يكون معنا مباشره، بارك ولا الله مع المجموعه ولا مع طبيب وصبيه ان شاء الله. بارك الله المجموعه اللي قايمه على هذا النشاط ان شاء الله. ماذا بينا يتواجدوا معنا، هذا يعني عمل تطوعي ان شاء الله. ماذا بينا كاع الناس تساهم فيه للحد من انتشار هذا الوباء ان شاء الله. بارك الله. المجموعه مشكوره، مجموعه التعقيم اللي رانا يعني من ضمنها، من ايه؟ فريقها. انت راك من ضمن مجموعه التعقيم ومن ضمن جمعيه هذه الوطنيه لترقيه المجتمع المدني ومن ضمن كاع الهلال. جزاك الله كل خير. انا المهم نشاط اللي يعني يساهم في الترقيه وفي الرقي بهذا البلد. بارك الله فيك. انا قاعد انا معاه مهما كان النوع. بارك الله فيك. جزاك الله كل خير. وشكرا.